جاي تشوفيني بس كده يعني؟ بصراحة في حاجة تانية، ايه هي يا حبيبتي؟ هو حضرتك بكرة هتحكم على طنط جيهان بإيه؟ محكمة! بعد مطالعة أوراق الدعوة وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وبعد سماع أقوال المتهمة وطلبات النيابة العامة والدفاع، قررت المحكمة تحويل أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي. روح هات الجلسة.